الفكرة هي انه انا الشعار تبعي لازم يخبر انا شو بعمل، صح؟ يعني اللي هو بيشبه شوي الرؤية. فاذا اذا انا الشعار تبعي بيكون شيء بيكذب على العالم، يعني انا عم بيعه الكذبة للعالم، اوكي، هذا السلوجن. اذا انا عم بيعه الكذبة للعالم ما بكون عملنا شيء. فاذا السلوجن اللي عندي لازم يخبر انا شو بعمل للعالم، او خليهم للعالم يحسوا انه هن عندهم هالانتماء ل انا شو بعمل. فاذا الحد الادنى للمبادئ التوجيهيه الخاصه بالهويه البصريه، هيدا بيجاوب على سؤالكم. اول شيء وضع الشعار، فاذا الشعار بخلينا نعرف الماركه شو هي. الالوان، دائما هدول الالوان اللي بتشوفون هون هن الالوان تبع بوتنشل. فاذا هون كمان اسامي تول كيت او صندوق خليصه كمان عندهم الوان معينه بيستعملوها ما بيستعملوا غيرها. الخطوط او الخط اللي عم نستعمله. العناصر البصريه، مثلا انا دائما تنقول وقت بدي اعمل دعايات او وقت بدي اعمل الويب سايت تبعولي بدي استعمل مثلا تنقول دائما صور، او بدي استعمل دائما كاريكاتير، او بدي استعمل دائما رسم، اوكي. فهيدي هي العناصر البصريه. العناصر الالكترونيه هي كمان حاطه اكثر شيء بالويب سايت، وهي الاشياء اللي بتخليني انا كمان العالم يتعرفوا على ماركتي وقت بيشوفوني اونلاين.